وعن آخر أخبار الطقس من نشرة التاسعة تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد. شكرا أميرة وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27 الصغرى 21، الإسكندرية 26 19، مطروح 26 18، بورسعيد 27 21، إسماعيلية 28 18 وجوها مائل للحرارة، السويس 27 21، العريش 27 19، طابة 29 21، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 30 22 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 34 20، أسوان 35 22، الوادي الجديد 32 19، شلاتين 33 24، حلايب 30 24 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.